أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. وفيات جديدة إثر حرائق الساحل السوري وتحذيرات من وصولها إلى مستودع للمواد الكيماوية في القرداحة. ميليشيا أسد تقتل امرأة في إدلب وقتلى باشتباكات بين تحرير الشام وخلية لداعش شمال المحافظة. إحدى وتسعون إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة وارتفاع حصيلة الوفيات بمناطق أسد إلى 218 حالة. بينهم رئيس مفرزة لمخابرات أسد، مصرع عدة ضباط للنظام بمناطق متفرقة في البادية السورية. مقتل 7 مدنيين أذريين بقصف إرميني على منازلهم وانهيار الهدنة بين الطرفين بعد دقائق من بدئها. قتلى وجرحى بانفجار ضرب مدينة الأهواز جنوب غربي إيران. أهلا بكم. ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في مناطق سيطرة نظام أسد إلى 4 أشخاص، كما أصيب نحو 90 شخصا بحالات اختناق. وكانت الحرائق قد طالت عشرات القرى في اللاذقية وطرطوس وحمص، كما وصلت إلى القرداحة مسقط رأس بشار الأسد، في وقت حذر القيادي في الفصائل المقاتلة العميد فاتح حسون من وصول الحرائق إلى مستودع سري يحوي مواد كيماوية في القرداحة بعد احتراق مؤسسة التبغ فيها. كما دعت سفارة الولايات المتحدة في دمشق نظام أسد لاتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الحرائق. ينضم إلينا دكتور عبد العزيز ديوب الأكاديمي والسياسي معنا من دبي. أهلا بك دكتور عبد العزيز، كيف تنظر إلى هذه الحرائق وما هي الأسباب التي أدت لاشتعالها؟ أهلا بك وبراديو التلفزيون أوريان. أنا من خلال معرفتي المتعمقة بطبيعة هذه العصابة، عصابة النظام الأسدي، أعتقد بأنهم لا يتورعوا عن القيام بأي فعل مشين إجرامي كعادتهم، وبالتالي لا أعتقد بأن هذه الحرائق التي يعني بدأت منذ عدة أيام وللمرة الثانية خلال شهر واحد بأنها ليست من فعل فاعل. لا شك بأن الانتظام وبتوجيهات من إيران فوائد متعددة من هذا الفعل المشين. يعني من المستفيد من هذه الحرائق دكتور عبد العزيز إذا كانت مفتعلة؟ هناك طرفين مستفيدين أو طرف واحد متماهي مع الطرف الآخر، هو النظام وإيران في آن واحد. وربما كانت رسالة إلى الروس، اللي نحن يعني أدركنا متأخرا بأن هناك خلاف حقيقي بين الروس والإيرانيين، وتوضح هذا الخلاف من خلال العمليات العسكرية اللي جرت في درعا من عدة أيام أو في السويدة في الجنوب. المستفيد الوحيد هو النظام المتماهي مع إيران، ولاحظنا بأن الروس لم يقوم بأي فعل رغم يعني النداءات والاستغاثات بأن يساعدوا في مجال إطفاء الحرائق. نعم. طيب دكتور عبد العزيز، أيضا يعني هنالك روايات أخرى ترى بأنه هذه الحرائق هي ليست مفتعلة وإنما هي حرائق طبيعية، وخصوصا أنها تنتشر اليوم في لبنان، في إسرائيل، وأيضا يعني في بعض المناطق التركية. هي الحرائق لا يمكن يعني لا يمكن ضبطها نهائي، ممكن يعني حتى لو كانت بفعل فاعل يمكن أن تنتشر، لأنها يعني تعتمد على حركة الهواء، وبالتالي حركة الهواء يصعب السيطرة عليها. ممكن السيطرة على حركة الهواء، الهواء ممكن ينتقل من الشمال إلى الجنوب بلحظات يعني فجائية.
وبالتالي هذا لا يعني انه اذا تم تبث لبنان او اسرائيل هذا لا يعني بانه يعني دليل على انه ان الحريق ليس بفعل فاعل. انا اعتقد بان يعني ضمن مسلسل الاسد او نحرق البلد ما ظهر شيء في سوريا الا احترق، يعني حتى قلوب السوريين احترقت. يعني ولكن يعني أليس من الغريب أن هذه المناطق أو هذه الحرائق اليوم تستهدف مناطق تعتبر وتعتبر بين قوسين يعني هي حاضنة شعبية لنظام أسد؟ هذا المجرم ما بهمه، يعني حتى القرداحة ما بهمه، بهمه شيء وحيد هي العاصمة. دمشق هي مركز اهتمامه، يعني أهم شيء الكرسي بالنسبة له، وبالتالي يعني ممكن تكون هذه الحرائق حتى لو كانت في الساحل وكان في مسقط رأسه تكون وقود ل يعني اعتبارات او اهداف معينه. وانا اعتقد بان هذه الاهداف مرتبطه في صراع في 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 الصراع الايراني الاقليمي، يعني في الاقليم، وبالتالي لايران مصلحه في توجيه الانظار الى سوريا حتى تبعد عنا موضوع العقوبات وخاصة العقوبات. نعم يعني شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز. نعم وضحت الأفكار. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز ديوب الأكاديمي والسياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. قتلت امرأة وأصيب عدد من المدنيين بقصف مدفعي لميليشيا أسد على جبل الزاوية جنوب أدلب، حيث استهدفت ميليشيات أسد بلدة البارة في جبل الزاوية بعدة قذائف مدفعية، ما أدى لمقتل امرأة وإصابة مدنيين آخرين. وفي سياق منفصل قتل نحو 5 عناصر من هيئة تحرير الشام وخمسة يتبعون لداعش في قرية تلعادة شمال أدلب، وذلك نتيجة مواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت بين الطرفين. ينضم إلينا مراسل أورينت من إدلب محمد الفيصل. أهلا بك محمد، آخر الاشتباكات التي تقع الآن في تلعادة، ما هي آخر تطورات هناك؟ نعم أحلام، قبل قليل نشر الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام بيانا تحدث فيه عن العملية بشكل كامل التي جرت في منطقة تلعادة شمال شرق إدلب. هذه البلدة التي يتخذ من أطرافها مجموعات تابعة بحسب البيان تابعة لتنظيم داعش، بالإضافة أيضا لعدة عناصر من الخلايا التي يقال عنها أو توصف بخلايا الاحتطاب، وهي المختصة التي تقوم بعمليات الخطف والنهب وطلب الفدية وغيرها من هذه الأمور. بحسب البيان بدأت الحملة بعد استنفاذ كافة الحلول وبعد محاولات عديدة مع المطلوبين ضمن البلدة، طبعا هذا ما جاء في البيان تماما، ضمن البلدة لتسليم أنفسهم للقضاء عبر عدة لجان، إلا أنهم أبوا ذلك وقاموا بإدخال عدد ما يقارب 20 عنصرا أيضا من تنظيم الدولة وإنشاء معسكر خاص بهم بالقرب من بلدة تلعدة في وهذه هي البلدة التي دارت فيها الاشتباكات. طبعا تم تأكيد بحسب البيان تم تأكيد مقتل 13 شخصا من أفراد العصابة جلهم من التابعين لتنظيم الدولة، وتم اعتقال 18 شخصا من المطلوبين سابقا، في حين قام آخرون بتسليم أنفسهم بعد سيطرة جهاز الأمن التابع لهيئة تحرير الشام على كامل البلدة أثر اشتباكات عنيفة. طبعا الاشتباكات توقفت من صباح اليوم بعد ان تقريبا انتهت العمليه التي دامت لساعات ما يقارب حوالي 12 ساعه منذ فجر البارحه حتى منتصف الليل. تم استخدام فيها مختلف انواع الاسلحه. بحسب ايضا الانباء قام عده عناصر بتفجير انفسهم عبر الاحزمه الناسفه من الخلايا التي يتم مداهمتهم من خلايا تنظيم الدوله، في حين ايضا سمعت عده انفجارات في المنطقه، والان الاوضاع هادئه بعد ان تم القاء القبض على المطلوبين وقتل عدد منهم. يعني بالتزامن مع هذه الاشتباكات ميليشيا اسد تقوم بقصف المناطق المحررة جنوبي إدلب، ما هي التفاصيل لديك؟ نعم، ميليشيا أسد الطائفية وميليشيا الاحتلال الروسي تواصل قصفها لمناطق ريف إدلب، لا سيما مناطق جبل الزاوية. البارحة استهدفت هذه الميليشيات بلدة البارة بالمدفعية الثقيلة، الأمر الذي أدى
إلى استشهاد امرأة كانت في منزلها، تم استهداف المنزل بالمدفعية، أدى القصف إلى دمار في المنزل واستشهاد السيدة، بالإضافة لعدة إصابات بين المدنيين. قبلها أيضا تم استهداف بلدة شنان من قبل ميليشيا أسد الطائفية أيضا بالمدفعية الثقيلة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الطفلة نجمة السليمان البالغة من العمر عامين فقط، دخلت شظية في قلبها بشكل مباشر جراء استهداف منزلها أيضا من قبل هذه الميليشيات. قبلها أيضا استهدفت هذه الميليشيات بلدة كان صفرة براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة عائلته زوجته وطفلها أيضا أصيبوا جراء هذا القصف. مساء البارحة استهدفت هذه الميليشيات بلدة كان صفر ومحيطها بأكثر من 60 قذيفة صاروخية، بالإضافة لاستهداف مناطق كفر عويد والمزرة وشنان وغيرها من هذه المناطق. عموما القصف لا يتوقف نهائيا على مناطق جبل الزاوية، يتزامن أيضا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التي ترصد أي تحركات في المنطقة وليتم قصفها من قبل هذه الميليشيات. شكرا جزيلا لك محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من إدلب. سجلت المناطق المحررة في إدلب 91 إصابة جديدة بوباء كورونا، فيما سجلت وزارة صحة أسد 50 إصابة جديدة، حيث توزعت الإصابات في ريف حلب ب 22 إصابة وفي ريف إدلب ب 69 إصابة، فيما زعمت وزارة صحة أسد تسجيل 50 إصابة جديدة بالوباء، ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرته إلى 4616 حالة، بينها 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 218 وفاة حسب زعمها. أكدت مصادر أمنية تركية أن نظام أسد والميليشيات المساندة له يخططون لتنفيذ هجوم كيماوي ضد المدنيين في محافظة إدلب. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية وصفتها بالموثوقة أن نظام أسد نقل غازات كيماوية سامة إلى أماكن قريبة من ريف إدلب تحضيرا لشن هجوم جديد. وشددت المصادر على أن النظام يروج منذ فترة لهذا الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعي أيضا بأن الفصائل تحضر لاستخدام السلاح الكيماوي بدعم من تركيا. نعت صفحات موالية ضباطا وعناصر من مفرزة مخابرات البادية لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم شرق حمص، وعرف من القتلى رئيس المفرزة في ميليشيا أسد المدعو محمد عيسى ومرافقه فايز شواخ، كما أسفر الانفجار عن إصابة عقيد وعدد من عناصره. هذا وتحدثت مصادر محلية عن تكبد ميليشيا أسد خسائر فادحة أثر هجمات شنها داعش في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوفها. دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة وميليشيات قسد في ريف الحسكة، وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقعت بين طرفين على محوري قرى القاسمية والريحانية ومحور صوامع العالية، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين. وعقب الاشتباكات أرسلت ميليشيا قسد تعزيزات عسكرية إلى مدينة تل سمر مزودة برشاشات ثقيلة وقرابة 70 عنصرا. قتل 7 مدنيين وأصيب أكثر من 33 آخرين في مدينة كنجة الأذرية جراء هجوم صاروخي أرميني عليها. وأوضحت وزارة الخارجية الأذرية أن من بين المصابين أطفالا دون سن 18، مشيرة إلى أن القصف الصاروخي أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية، فيما فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث تحت الأنقاض. يذكر أن الطرفين اتفقا على هدنة مؤقتة لسحب جثث القتلى وتبادل الأسرى، لكنها انهارت بعد دقائق من توقيعها. قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون بانفجار ضخم ضرب جنوب غرب إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا ناجما عن تسرب للغاز أدى إلى انهيار مبنى في مدينة الأهواز.
مضيفة أن قتيلين سقطا كحصيلة أولية إضافة لعدد من الجرحى، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى المؤلف من طابقين والذي يقع بالقرب من سوق شعبية. المزيد من الأخبار دائما على منصات أورينت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على الموقع الإلكتروني orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة، وبأمان الله.